السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المستمع، مرحبا بك في هذه السيسرية التي هي عبارة عن تمرين يفيد إذا كنت أنت وشريكك على خصام أو وقع بينكما سوء تفاهم وقام بحضرك من على الهاتف وتريد أن يرفع عنك الحظر ويحس بالندم، بل أن يعود ويعتذر منك أيضا. لكن تذكر عزيزي أن الإيمان الكلي بقدرة الله والثقة فيه وفي قوة عقلك الباطن هي سر النجاح والوصول للمبتغى من هذه السيزرية أو من أي فعل آخر في هذه الحياة. فافعل هذا التمرين وانسى أنك فعلت واترك الأمور تسير بمشيئة الله. يستحب القيام به في الصباح الباكر أو قبيل النوم، لأن العقل الباطني يكون في أعلى مستويات التركيز، كما أن الشخص الذي تريد إرسال هذه الرسالة له إذا كان نائما تكون الرسالة الذهنية أكثر وضوح ويمكن أن تصله على شكل حلم. قبل أن نبدأ سأطلب منك شيئا مختلفا قليلا. افتح صورة هذا الشخص على هاتفك وأمعن النظر إليه لمدة دقيقة كاملة. حاول أن تركز في ملامحه جيدا وأن ترسخها في عقلك ما أمكن. ثم استلقي في مكان هادئ ومريح بعيدا عن الضوضاء وزحمة الحياة من حولك، واجعل الضوء خافتا بعض الشيء. واحرص على أن تكون بكامل أناقتك التي تحبها أنت. وضع عطرك المفضل واحرص أيضا على أن لا تكون ملابسك ضيقة. البس شيئا فضفاضا مريحا، ويستحب أن يكون عليه شيء من البياض. أغمض عيناك واسترخي. استرخي جيدا وركز على راحتك فقط. تمدد واسترخي. أريدك أن تستحضر ذكرى جميلة لك أنت وهذا الشخص أثناء القيام بالتمرين، بتمرين التنفس هذا. خذ نفس عميق. استحضر تلك الذكرى وأطلق الزفير. مرة أخرى شهيق. استحضر تلك الصورة أو الذكرى وأطلق الزفير ببطء. مرة أخيرة جميل جدا. أنت تحب هذا الشخص وهو يحبك أيضا. ربما وقعت بينكما بعض الخلافات في السابق أو نقاش عقيم لم يؤدي إلى تفاهم أبدا. ربما كانت عنده ظروف خاصة جعلته يقوم بحضرك،
لكن الآن ستتواصل معه ذهنيا وتجعله يعيد النظر في هذا القرار الغير صائب الذي اتخذه. بل ستجعله يحس بالندم لقيامه بهذا الفعل المشين الذي جرح مشاعرك، ليعبر عن أسفه ويحدثك مرة أخرى. ربما كان يحاول أن يمسك نفسه ويخفي شوقه إليك في السابق، لكن ليس بعد الآن، ولن يستطيع إخفاءه عنك أبدا بعد الآن إن كان بالفعل يحبك. أريد الآن أن تتخيل بذهنك فقط أنك فتحت عينيك لتجد نفسك في مكان اعتدتما على الذهاب إليه، أنت وحبيبك أو تعرفه جيدا وتحبه. أنت تعرف جيدا هذا المكان، تأمل في كل الأشياء من حولك واسترجع ذكرياتك الجميلة فقط، فقط الذكريات الجميلة. استحضر مشاعر الفرح التي كنت تشعر بها هنا، إن لم تكونا قد ذهبتما إلى مكان يليق بكما في السابق أنت وهو، استحضر يوما أو لحظة كنتما فرحين وتشعران باللطف يغمركما والحب يملأ أرجاء المكان، وهذا يساعد أيضا. فكلما زاد تفاؤلك وإقبالك، كلما زادت فرصة حصولك على هذه السعادة أضعافا مضاعفة في المستقبل القريب بإذن الله. خذ مكانا لتجلس فيه وسط هذا الجو، هذا الجو الأزلي الدافئ من هذه الذكرى. أحسنت. الآن تخيل أن حبيبك يأتي من الخلف ليجلس بجانبك. أمعن النظر فيه من أخمص قدميه إلى رأسه. انظر إلى وجهه وملامحه جيدا، هل ترى ذلك الحزن العميق في عينيه؟ يبدو أن الفترة الماضية لم تكن سهلة عليه هو أيضا، لقد عانى كثيرا من بعدك بنفس القدر الذي عانيته أنت أيضا.
الآن دون أن تقول أي كلام آخر، ضع يدك على أيسر صدره، على منطقة القلب، وردد معي: أقسمت عليك بالله الواحد الأحد أن ترفع عني الحظر بأسرع وقت ممكن، فإن كنت تؤمن بالله ورسوله فعد معتذرا نادما لما فعلته معي مرة ثانية. أقسمت عليك بالله الواحد الأحد أن ترفع عني الحظر بأسرع وقت ممكن، فإن كنت تؤمن بالله ورسوله فعد معتذرا نادما لما فعلته معي مرة ثالثة. أقسمت عليك بالله الواحد الأحد أن ترفع عني الحظر بأسرع وقت ممكن، فإن كنت تؤمن بالله ورسوله فعد معتذرا لما فعلته معي رائع. الآن تخيل أنه بمجرد أن انتهيت من ترديد هذه الكلمات حتى بدأ يهز رأسه موافقا، وخرجت طاقة ضوئية قوية من قلبه باللون الأزرق. لم تجد لها تفسير لتلتف على أصابعك. أوه، إنها تلتف على أصابعك. أنت مندهش من هذا المنظر. لا تندهش، هذه الطاقة إشارة فقط على أن كلماتك كان لها وقعا كبيرا على قلبه وعلى قوة رسالتك. إنه يستجيب لها الآن. تخيل أن تلك الطاقة دخلت قلبه مجددا بعد أن كانت تلتف حول أصابعك. دخلت قلبه. ارفع الآن بصرك نحوه، انظر إلى وجهه. لقد أثرت رسالتك عليه بشكل سريع. يا لك من مبدع، ملامحه التعيسة تبدلت وأصبح أكثر إقبالا وانشراحا لك. رسائل كثيرة تدور في عقله وتذكر اسمك الآن وتقول له: عد إلي، فك عنه الحظر، عد إلي، فك عنه الحظر. أنتما الآن فرحان جدا وممتنان لوجودكما مع بعضكما في نفس المكان والزمان.
أشكر الله تعالى على هذه الأجواء والراحة السرمدية التي جعلها في قلبيكما. نفس تفكير الحمد لله، راحة بفعل راحة. الآن إنه يخرج هاتفه من جيبه من تلقاء نفسه. أنت ترى ماذا يفعل بوضوح. يفتح هاتفه ليرفع عنك الحظر. أحسنت. مثلا إنه يرفع الحظر من كل مكان. أنت ترى ذلك بنفسك. كل معلوماته وصورته الشخصية التي اختفت بعد أن حضرت ستعود، فهي تعود، لكن هذا ليس كل شيء. الأفكار في مخيلته تقول له: اعتذر، اعتذر ممن يحبك، تحدث إليه واعتذر، اكسر كبرياءك المزيف واعتذر. لقد بدأ يكتب لك رسالة يعبر فيها عن أسفه وحزنه على ما فعله معك، ويختار الكلمات المناسبة لتسامحه على فعلته معك. أنت تعرف الأوعية الكلمات التي اختارها، لكن هذه المرة سترى في كلماته أسفا شديدا وصدقا. لقد أرسلها لك الآن في نفس الوقت. وصلتك رنة الإشعار في هاتفك. أنت تحفظ رنة إشعار هاتفك جيدا. هي ذاتها. افرح افرح افرح، اجعل الفرح يخرج من قلبك، لأن قدرتك الذهنية يمكنها أن تحل أي مشكلة، أي مشكلة. اخرجه من جيبك وانظر بنفسك. إنها نفس الرسالة التي كان يكتبها. أمعن النظر واقرأها جيدا. أنت لا تحلم، أنت تعيش الواقع. هذا واقعك، لقد تلقيتها بالفعل، وأنت سعيد جدا بذلك. لا تفكر بالعالم المادي، لقد تلقيت رسالة منه. أنت في الواقع الآن. أنت سعيد جدا بذلك. سعادتك لا توصف. الآن انظر إلى السماء، انظر إلى السماء فقط، وارفع يديك لتشكر الله تعالى. قل الحمد لله،
والشكر لله على هذه اللحظة. تخيل أنك تغمض عينيك لتحس براحة لا توصف. لقد انتصرت، استعدت كرامتك واستعدت حبيبك، وأصبحت الطرف الأقوى في العلاقة، صاحب العقل القوي الذي يمكنه أن يحل كل مشاكله بدون أي تدخل من الخارج. بدون أي ندم أو أسف أو اعتذار، بدون أن يركض خلف الناس ويحاول توضيح الأمور أو الاستفسار لماذا فعلوا معي كذا. أنت قادر على أن تحل مشاكلك بوحدك الآن، لقد فعلتها. الآن دعنا نسترسل في تمرين التنفس لآخر مرة قبل أن تفتح عينيك جميلتين وتعود لمزاولة أنشطتك بشكل طبيعي جدا. خذ نفسا عميق، أخرج الزفير مع كلمة الله الله. راحة، أليس كذلك؟ مرة ثانية، أخرج الزفير مع كلمة الله الله. مرة أخيرة، شهيق، اكتم النفس قليلا داخل رئتيك قبل أن تطرحه على شكل زفير للتخلص من التعلق الذي يجلب الطاقة السلبية ويعطل تحقيق أهدافك. زفير مع كلمة الله الله. جيد، عند عد من 1 إلى 3 ستكون جاهزا لفتح عينيك، اتفقنا؟ حسنا، شكرا لك. 1 2 3 افتح عيناك يا حبيب قلبي. قبل أن أودعك دعني أقول لك، في حالتي إن كنت لازلت تحس ببعض طاقة التعلق بداخلك، أنصحك أن تستمع للسيزرية المسؤولة عن فك التعلق والموجودة في القناة. أتمنى للجميع عودة سريعة للحبيب بكرامة. ودعاً.